واللي بيخبص لازم نروحه بنفس اليوم. اللي بيخبص لازم يروح في نفس اليوم والكسلان سيطرد. كلمات كان لها وقع شديد على مسامع الجالسين أمام العاهل الأردني من الوزراء والمسؤولين بالمملكة ليحاسبوا عما اقترفته أيديهم في حق الشعب. فما هي القصة؟ لم يعد مسموحاً بالتأخير في عقد اجتماع طارئ يجمع فيه الملك عبد الله الثاني كل الوزراء والمسؤولين في المملكة، فنسبة وصلت إلى 99% من المواطنين بالشوارع يئنون مما يعيشون فيه من ارتفاع في نسبة البطالة، حالة اقتصادية تعج جنباتها بالكثير من السلبيات في البلاد كانت هي الملقاة من الملك على طاولة الاجتماع، حتى يشعر المسؤولون والوزراء بمدى التراجع في خدمة المواطنين. بل إن الفقر والبطالة فضلاً عن قانون الضريبة التي يعاني منه الكثيرون في المملكة، بصرف النظر عن الفساد الإداري في الكثير من قطاعات الدولة التي استشفها بنفسه حينما تخفى مرات عديدة ليرى بعينيه ما يفتقده شعبه. أجواء ترتفع درجة حرارتها، فالوجوه الموجودة أمام الحاكم يملأها العبوس، فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه التقصير والانفلات من الحقائق التي يسردها سيدهم على مسامعهم. فوصول هذه النسبة 99% من الشعب إلى هذه الدرجة من الضجر بسبب الأحوال التي تعيش فيها المملكة أمر أصبح بالغاً في السوء، ليستكمل الملك حديثه بشفافية بالغة ويحذر من يتقاعس عن تأدية عمله على الوجه الأكمل. فالكسلان لن يستمر في عمله، بل إن الحل الوحيد له سيكون الطرد واستبداله بمن يحمل بداخله كل الحب سواء للبلاد أو لشعبها، ليظل الأردن في تقدم وازدهار. لا أحد لديه أي رد على ما يسرد أمامه من حقائق، فالصمت التام عما جنبات القاعة المهيبة، وأبو الحسين لا يزال يوقع على مسامعهم ما يتمنون أن تنشق الأرض وتبتلعهم قبل أن يسير مصيرهم إلى نهاية محتومة. لكن رغم كل هذا، وجعبة الملك لا تزال مليئة بالكثير من المفاجآت الصادمة لهم، حتى وصل إلى جملة أنا مش جايب وزراء يجلسوا على كراسي وياخدوا راتبهم، أسلوب كلاسيكي حان وقت تغييره بأن يظل الوزير على كرسيه ويأخذ راتبه ليستكمل الملك. الأسلوب الكلاسيكي ده لازم يتغير، فمن اليوم وطالع اللي مش هيكون على قدر المسؤولية هخليه يسيب الكرسي بتاعه لغيره ويقدر يتحملها. الأمر يزداد توتراً، والكرسي الذي يجلس كل وزير عليه في هذا الاجتماع بات قريباً من أن يسحب من أسفل مقعده، فكلمات أبو الحسين السابقة لم ينتهي إلى هذا الحد، بل إنه وصل حتى تتضح الصورة أمام الجميع. الجيل القديم لازم نطمنه ونعطي المجال للناس اللي في الثلاثينات والأربعينات عشان الطاقة اللي هتفيد البلد وبدهم يشتغلوا. توازن في السلطات بين الموجودين ومن سيستجدون على الحكومة والوزراء، فهذا الضمان هو ما سيحققه الحاكم بين جميع المسؤولين. لكن الأهم في النتيجة التي ستظهر أمامه في نهاية المطاف. فبرأيكم، هل هناك وزراء ينبغي أن يتم تغييرهم في المملكة، أم أن هناك خطة لدى الملك عبد الله ستعلن في فترة مقبلة؟